ازيك يا صاحبي؟ ممكن اقعد معاك شوية؟ Man, fuck you. I'll see you at work. يا ابني ما تتريقش عليا عشان احلى منك. يمكن لو خلصت من الحلقة الهبلة بتاعتك دي هتلاقي لك بنت حلوة تتجوزها، ولو حظك حلو يمكن تنيش يتصل بحضرتك لو بطلت تصاحب دكتور جراح المخ او المحامي اللي بتقعد معاه. صاحبي What?